نبدأ أخبارنا وأخبار النادي الأهلي، وهنبدأ مع كرة السلة وشباب كرة السلة تحت 16 سنة بيفوزوا ويتوجوا ببطولة منطقة القاهرة. 16 سنة بقيادة الكابتن إسلام علي بيفوز ببطولة منطقة القاهرة، وهي احتفاظ كمان ببطولة منطقة القاهرة. كسب نادي الشمس بنتيجة 63-47. المباراة اتلعبت امبارح في استاد القاهرة، كانت مباراة قوية جدا جدا. الأهلي قدم ماتش كبير امبارح، اللعيبة كانت مركزة، كابتن إسلام علي كان يعني قيادة تكتيكية وفنية عالية جدا، وإن شاء الله بإذن الله تكون الفريق ده هو النواة للدرجة الأولى قريبا بإذن الله، لأن فعلا ناشئين السلة ماشيين بخطى ثابتة.